هنا في هذا المتحف وتحديدا في الطابق السفلي توجد آلاف الجماجم، من بينها 36 جمجمة تعود لجزائريين قتلوا وأعدم بعضهم خلال فترة الاستعمار الفرنسي. يواجه المهزومون في التاريخ محاولة تشويه قضيتهم وطمس انتصاراتهم وإخفاء بطولاتهم، فالتاريخ عادة ما يكتبه المنتصر. تتعدى هذه المحاولات تدوين التاريخ إلى محاولة هدم آثار المهزومين وأحياناً إخفاء قبورهم. لقد علق المنتصرون جثث أعدائهم على أسوار المدن ثم دفنوها بعد أيام، لكن فرنسا الاستعمارية تجاوزت ذلك. جلبت فرنسا جماجم الذين قاوموا احتلالها في البلدان المختلفة إلى باريس، وعرضتها في متحف دائم سمته متحف الإنسان. من هذه الجماجم جمجمة بطل اسمه سليمان الحلبي، غادر قريته في ريف حلب ليصل إلى القاهرة ويغتال قائد القوات الفرنسية فيها جان كليبر. نحن هنا في متحف الإنسان أو متحف الأعراق كما كان يسمى، أو متحف الجماجم. كان هنا حوالي 20,000 جمجمة لم تعد معروضة كلها الآن، كما هي جماجم الجزائريين وجمجمة سليمان الحلبي التي نبحث عنها، هي موجودة الآن في خزائن عليها أرقام. هي جمجمة ديكارت. Yes. يفخر متحف الإنسان بعرضه لجمجمة المفكر الفرنسي رينيه ديكارت، صاحب المقولة الشهيرة: أنا أفكر، إذن أنا موجود. اختار المتحف جمجمة ديكارت إيقونة له، كما يخبرني ضيفي عالم الأنثروبولوجيا الفرنسي جان لوي، والذي عمل في هذا المتحف على جماجم قبائل الهوتو والتوتسي من رواندا. هل أسس هذا المتحف سيد جان لإثبات أن الرجل الأبيض هو الأفضل في العالم؟ في الأصل كان متحف الروح العراق يسمى بمتحف تروكاديرو، ثم أصبح متحف الإنسان في ثلاثينيات القرن العشرين مع العالم الفرنسي بول ريفيت، حيث كانت هناك رسالة عالمية للتعامل مع جميع ثقافات العالم. من الواضح أنه كان يوجد فيه جزء من منظور استعماري، خصوصا فيما يتعلق بالمعرض الاستعماري خلال عام 37. عندما درست في متحف الإنسان في أوائل 1960، كان لا تزال هناك الأنثروبولوجيا الفيزيائية، وهذا يعني أننا قمنا بدراسة توزيع المجموعات البشرية حسب شكل الجماجم وحجم العظام.
على سبيل المثال قمنا بتمييز قبائل التوتسي والهوتو في رواندا بناء على شكل جماجمهم، إذ كان لدى التوتسي جماجم طويلة بينما كان لدى الهوتو جماجم أوسع، لذلك يمكننا ملاحظة تأثير علم الأحياء العرقية. كيف وصل جمجمة سليمان الحلبي جماجم الجزائريين، جماجم الأقطار الأفريقية المختلفة، الهنود الحمر، المستعمرات الفرنسية، كيف وصلت إلى هنا؟ هل شاهدنا أن؟ لقد درسنا عندما درست في متحف الإنسان في أوائل الستينيات، عملنا على الجماجم المخزنة هنا، وعملنا أيضاً على العظام. لقد عرضت علينا جماجم قبيلة التوتسي وجماجم الهوتو، وقمنا بقياس الجماجم والعظام أيضاً. جماجم وعظام هذه القبائل كانت قد وصلت إلى فرنسا في إطار الغزو الاستعماري. الجماجم الجزائرية وصلت كذلك في إطار الغزو الاستعماري، كانت تعتبر جائزة أو مكافأة ترمز لانتصار الجيش الفرنسي أو الفرنسيين على شعوب المستعمرات. الأمر لا يتعلق بجمجمة الحلبي والجزائريين فقط، بل جماجم من جميع المستعمرات الفرنسية. مثلاً دعت السلطات الفرنسية حوالي 400 زعيم قبلي لعقد مؤتمر تسوية في تشاد، وكانت التسوية الفرنسية قتلهم بالسواطير ونقل بعض الجماجم إلى هنا. جمجمة سليمان الحلبي استقرت في متحف الإنسان، أما جثمانه فقد كان مدفوناً هنا في حديقة النباتات. جئنا للبحث عنه ولم نجد شيئاً، اكتشفنا أن الجثمان أيضاً قد أخذ منذ فترة معينة إلى متحف الإنسان ووضع في خزائن عليها أرقام. بحديقة النباتات هون كان في الهيكل العظمي لسليمان الحلبي، هل هو معروف وين؟ أعتقد أن رفاته كان موجوداً ضمن البقايا البشرية المخزنة التي لم يتم عرضها للجمهور، ولكنها مخزنة في متحف التاريخ الطبيعي التابع لمتحف الإنسان في باريس، وهي تعود لنفس الجهة حيث وجدت مجموعات استعمارية من بقايا بشرية كانت بمثابة جوائز وغنائم حرب، وقد أعيد بعضها مؤخراً إلى الجزائر، ولكن لم يتم إعادة البقايا الأخرى التي تظل ضمن مجموعات غير معروضة للعموم في المتحف. حتى الآن لم تعد فرنسا سوى 20 مجموعة فقط من الرفات إلى دول مثل جنوب أفريقيا، نيوزيلندا، هايتي. الضغط الجزائري جعل فرنسا تعيد عام 2020 رفات 24 من قادة المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، منهم الشريف بوبغلة قائد المقاومة في منطقة القبائل، وعيسى الحمادي المسؤول العسكري لديه، والشيخ بوزيان قائد الثورة بالجنوب الشرقي ومستشاره العسكري موسى الدرقاوي، ومحمد بن علال بن مبارك المسؤول العسكري في عهد الأمير عبد القادر. أنا كعربي أشعر بالأسى عندما أجد جماجم المجاهدين الجزائريين في متحف الإنسان أو في أي مكان في فرنسا. أيضاً أشعر بالأسى عندما أجد جمجمة سليمان الحلبي مكتوب تحتها مجرم، وجمجمة ديكارت مكتوب تحتها عبقري. مع احترامي يعني وتقديري لديكارت، أنت كفرنسي كيف تشعر؟ cette qualification de criminel ou de bandit. هذا التوصيف باستخدام عبارة المجرم أو القيم تم استخدامه لتسمية الوطنيين في نهاية المطاف في بلدانهم، سواء كانوا من شمال إفريقيا كما هو الحال للجزائريين، أو سواء كانوا سوريين، وكانت هناك ثورات أيضا. ففي سوريا مثلا في عهد الانتداب الفرنسي
بين نهاية الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية حدثت ثورات، ووصف من قادوا هذه الثورات بالمارقين والخارجين عن القانون، وهذا نتيجة نظرة استعمارية معينة. الاستعمار الأوروبي كان بحاجة إلى تبرير هيمنته بالقول إن الإنسانية مكونة من شعب متحضر متمثل في الأوروبيين أصحاب البشرة البيضاء والهمجيين، وهم سكان أفريقيا وآسيا وجميع الأراضي التي تم استعمارها. إذن تم تصغير سكان هذه الأراضي وتسميتهم بهذه المصطلحات، مثل تلك التي كانت تستخدم لسليمان العربي. سليمان الحلبي. الحلبي. من حلب. ويسي حلب. أمر نابليون بونابرت بتشييد هذا القوس لأنه وعد جنوده أن يدخلوا باريس عبر قوس النصر. تم وضع الحجارة الأولى لبناء القوس باحتفال عيد نابليون عام 1806. نقشت على جدرانه أسماء أبطال فرنسا في حروبها المختلفة، ومن بين ضباط نابليون يبرز اسم جان كليبر الذي قتله سليمان الحلبي. كرمت فرنسا جان كليبر بإطلاق اسمه على أحد الشوارع المؤدية هنا إلى قوس النصر في باريس، كما أقامت له تمثالاً كبيراً في مدينته ستراسبورغ، وصورته الفنون التشكيلية الفرنسية على أنه إله الحرب مارس. هل يموت إله الحرب؟ نعم، قتله الحلبي وحدث ذلك في مصر. لم يحظى سليمان الحلبي بالتكريم الذي حظي به كليبر في فرنسا، واكتفى العرب بتسمية حي في مدينة الحلب باسمه، وأيضاً شارع هنا في القاهرة، وتركوا جمجمته في باريس دون أن يطالب بها أحد. هنا في الأزهر الشريف عاش سليمان الحلبي لثلاث سنوات، وشهد دخول الفرنسيين إلى مصر، ثم غادر إلى بلدته حلب وعاد خلال ثورة القاهرة الثانية. أما كليبر فقد كان في هذا الوقت مساعداً لنابليون، واشترك معه في المجازر التي حصلت في الإسكندرية والعريش وغزة وأيضاً في يافا وقبلها في القاهرة. دكتور محمد عفيفي، يعني دخل الفرنسيون مصر بقيادة نابليون، لكن كليبر كان مساعدا له، ماذا فعلوا؟ يعني سمعنا الكثير عن المذابح التي جرت في الإسكندرية، في القاهرة، في العريش، في غزة، في يافا. نعم، ماذا فعلوا؟ هو البعض بينظر للأسف للحملة الفرنسية على أنها حملة تنوير وحملة نقل الحضارة الأوروبية، اعتماداً على علماء الحملة الفرنسية ووصف مصر، لكن اعتماداً على كتاب وصف مصر وعلى أن الدور اللي قامت به الحملة في كده. لكن في الحقيقة في البدء وفي الخاتمة الحملة الفرنسية هي احتلال، هي أول استعمار أوروبي حديث للمنطقة العربية، وعلينا أن نعترف بذلك وأن نرى
الوجه الحقيقي أو الوجه الآخر للحملة الفرنسية. طيب كليبر ما هو وضعه في هذا الموضوع؟ كليبر هو المساعد بتاع بونابرت، ما كانش لسه بونابرت تسمى نابليون زي ما حضرتك عارف، هيتسمى بعد كده ما يرجع فرنسا ويصل إلى الحكم. هو بعد رحيل بونابرت، بونابرت رحل نتيجة تغيرات في فرنسا وتغيرات في الأوساط الأوروبية، فراح عشان يجد مكانه ليه. فاللي تولى بعديه هو النائب بتاعه والمساعد بتاعه كليبير. والسياسة الفرنسية ما تغيرتش كتير في الحقيقة، كانت بتتراوح ما بين الحملة ستفشل عسكريا وهل نرحل، ولكن إذا رحلنا ما هي الشروط الجيدة والحسنة وحفظ ماء الوجه للحملة إذا رحلنا. هذه كانت السياسة أيام كليبير حتى أيام نيمار. ولكن هو دخل في مفاوضات مع العثمانيين. صحيح صحيح، لكن المشكلة الرؤية الفرنسية إن حصلت حملة، وإن الحملة الفرنسية احتلت مصر، وإن الخروج ربما يعطي قوة لإنجلترا تستغلها في الأوضاع الأوروبية، وبالتالي كانوا عايزين إما بقاء قوي في مصر أو خروج مشرف للقوات الفرنسية من مصر. ولم يحصلوا على الاثنين بالأخير للأسف، وهذه هي السياسة الفرنسية دائما. يعني ماذا شاهد سليمان الحلبي بعد عودته إلى القاهرة مرة ثانية خلال ثورة القاهرة الثانية حتى دفعه ذلك إلى اغتيال كليبر؟ طبعا كان لازم نتذكر أن سليمان الحلبي هو ابن الأزهر، وهو شاف كده وسمع عن اجتياح الأزهر بالخيول وما ارتكب في الأزهر. كمان ما اقدرش افصل مشاعر سليمان الحلبي عن المشاعر العربية الإسلامية في نفس الوقت اللي سليمان الحلبي بيرتكب او بيقوم اغتيال كليبير. كان في مجاهدين بيجوا من الحجاز وبيعدوا البحر الأحمر ويشاركوا في المقاومة ضد الحملة الفرنسية في الصعيد، وكان في مقاومين من ليبيا ومن بلاد المغرب بيأتوا من الجبهة أو الجهة الغربية من مصر ويشاركوا في المقاومة. في الحقيقة كان في رد فعل كبير تجاه هذا الحدث اللي هز العالم العربي والإسلامي بشكل كبير جدا، إن لأول مرة منذ الحروب الصليبية يمكن البلد عربي إسلامي بين قوسين يتعرض لهجمة أوروبية مخالفة في الدين وفي اللغة وفي العادات والتقاليد. عاد الحلبي خلال ثورة القاهرة الثانية إلى مصر واشترى معه خنجراً من غزة. راقب الحلبي كليبر لمدة 14 يوماً لوحده، وفي يوم 14 من حزيران يونيو رصد الحلبي كليبر وهو يتفقد قصر الألفين الذي تعرض لقنابل الثوار، وكان الفرنسيون يرممون القصر. راقب سليمان الحلبي كليبر لمدة شهر كامل لوحده. لوحده. طب كان سهل الأمر إنه يعني شخص بسيط يراقب قائد القوات الفرنسية؟ مش أمر سهل، لكن سليمان الحلبي كان عزم وتوكل على الله إنه هو ينفذ العملية الاغتيال. واستطاع في خلال الشهر ده إنه هو يدرس تحركات كليبر، واستغل إن كان في تدمير في قصر محمد بيك الألفي خلال ثورة القاهرة الثانية، واندس وسط العمال ودخل واشتغل مع العمال على انه واحد منهم، وفي خلال العمليه دي نفذ عمليه الاغتيال. من كان يعلم بعمليه الاغتيال؟ في اربعه من زمايله في رواق الشوام اخبرهم. هم من غزه؟ من غزه. نعم. محمد الغزي وعبد الله الغزي وعبد القادر واحمد الوالي. واحد منهم هرب وثلاثه اعدموا قبل ان يعدم. تمام تمام. تنفيذ الحكم كانت عمليه بشعه جدا. نعم.
لأن الحكم اللي صدر على سليمان الحلمي ورفاقه كان حكم همجي، لأن المحكمة قضت إن رفاق سليمان الحلبي الأول يتم إعدامهم، قطع الرؤوس، قطع الرؤوس الثلاثة، بعدين تعلق على نبابيت، ثم تحرق جسامين رفاق سليمان الحلبي قدامه. فشاف هو دلوقتي زمايله قطع رقاب ثم حرق جثث، شايف دلوقتي الولعة طالعة منه. بعد كده نفذوا فيه حكم الإعدام. طيب الأول ولعوا في إيده اليمين هو صاحب، وبعد كده راحوا حطينه على الخازوق وفضل على الخازوق 4 ساعات ونص، وبعد عملية الموت على الخازوق سابوا جثته تأكلها الطيور. أستاذ سيد، يعني لماذا لم يعدم الفرنسيون سليمان الحلبي بالمشنقة كما كانوا يفعلون في فرنسا؟ هم تعمدوا إن هم يقتلوا سليمان بالطريقة البشعة دي علشان يكون عبرة لبقية المصريين، لا يتجرأ أحد على أن يقتل قائد من قواد الفرنسيين مرة أخرى. الفرنسيين في خلال احتلالهم لمصر ما استخدموش المقصلة، هم كانوا بيستخدموا القتل بالرصاص، رميا برصاص أو إعداما بالسنكي، السنكي اللي هو السكينة اللي بتكون موجودة في مقدمة البندقية. المقصلة كانوا بيستخدموها في فرنسا باعتبارها وسيلة إعدام للشرفاء والنبلاء فقط. في مصر عندنا ما استخدموش المقصلة، الحملة الفرنسية لم تأتي ومعها المقصلة. هم ادعوا إن الحكم ده كان وفقا للعوائل العثمانية. تناولت الأعمال الأدبية العربية سيرة سليمان الحلبي مرارا وتكرارا، أبرزها مسرحية سليمان الحلبي التي كتبها ألفريد فراج عام 1965. في المسرحية يسأل الكورس سليمان الحلبي: لماذا قطعت كل هذه المسافة لتقتل مستعمرا وعندك من الأتراك من هو أكثر ظلما وعدوانا؟ يجيب الحلبي: لا أقوى على القتل انتقاما. يرد الكورس: وماذا عن قتل عسكر ساري؟ يجيب الحلبي: إنه العدل.